بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل شيتات اكسل لحركه البضاعه في فرع من فروع شركه للتجاره. التعامل هيكون في الاصناف في فرع من فروع الشركه عن طريق المندوبين، اذن الصرف والمرتجع وارصده المندوبين والمبيعات. اول ورقه هنعملها لاذن الصرف، نعمل عندنا اول حاجة كود الصرف، ده الكود اللي بيكون موجود على البرنامج واسم الصنف. هنعمل 5 اصناف بس اللي هنعملهم في الشيت، وممكن احنا نكمل بعد كده يعني كتر انت عدد الاصناف زي ما انت عايز، نفس اللي هيمشي على 5 اصناف. احنا هنعمل 5 اصناف بس للتسهيل، وعندنا هيبقى سعر الصنف. رصيد اول، وارد اليوم، مرتجع اليوم، الرصيد المتاح، ونبدأ بعد كده نعمل حركة الصرف. عندنا كود الصنف، هنعمل مثلا وليكن 5 اصناف. كارت شحن 10، وكنترول 1، او نفتح خصائص الحقول. ومن محاذاة نخليهم العمود واقف. سعر، نكتب السعر. رصيد اول، رصيد اول طبعا اللي هيتكتب هنا ده هيبقى مدخل. وارد اليوم هيبقى مدخل. بيساوي أول خلية زائد تانية ناقص تالت خلية، ونسحب معانا عشان يعملها على باقي الخلايا. طيب نخلي كلهم الخط 20 مثلا أو 18. وهنا الإجمالي
إجمالي الرصيد بيساوي sum product المدى بتاع السعر في كده. لو احنا كتبنا هنا كميات بيبدأ يضرب معايا في السعر اللي انا محدده فوق. طيب انا اثبت الجزء الاولاني بالسجلين هنا عشان ما ينزلش عن العمود رقم 3 لما اعمل سحب الباقي الاصناف. كده ثبتنا رقم 3 مش هيتغير. هيبدأ ثبتنا رقم 3 مش هيتغير، هيفضل معانا في السعر وبيحسب معانا الرصيد المتاح. والمرتجع اللي احنا بنرجعه للشركة يبقى كده بيحسب معانا الرصيد المتاح بتاعنا النهاردة. نحدد الخلايا من الداخل. نبدأ نعمل إجمالي إجمالي كده. احنا عملنا الحركة الصباحية اللي هي عندنا الرصيد موجود أول. طبعا الرصيد ده بعدين هيجي معانا تلقائي من جدول تاني، هنشوف ازاي هنخلي ان هو يجي معانا تلقائي من اليوم اللي قبله. واضفنا الرصيد اللي جالنا، التوريد اللي جالنا من المركز الرئيسي او من فرع تاني، واضفنا المرتجعات اللي احنا حولناها لفرع تاني او حولناها للمركز الرئيسي حل وجودنا طبعا. وبعد كده يبقى كده ظهر عندنا الرصيد المتاح اللي هو متاح لنا التصرف فيه اليوم. نبدأ نعمل تحت منه اجمالي إجمالي الصرف. إجمالي الصرف وبعد تحتها صرف اليوم. والرصيد بعد الصرف. وتحتها تعمل هنا الصرف بتاع المندوبين اسم اسم، وهو هيتجمع معانا تلقائي في الصرف. وبعد كده صرف المندوبين هنفترض ان عندنا مثلا وليكن 10 مندوبين. طبعا هنا هيبقى الاجمال مثلا كلهم يصرفوا تحت مش مشكله، تكتب العدد اللي انت عايزه. هنعمل هنا في الاجمال الصرف بيساوي، طبعا هنعمله هنا معادله sum ومن عند محمد، ولازم مثلا بدل ما هم 13 نعمل لغايه خليها رقم 100 مثلا، بس احنا ممكن يبقى عندنا 100 مندوب. نسيب مساحة لنفسنا
ونعمل سحب كده هيعمل لي صرف المندوبين. اي كمية هتتكتب في الصرف بتاع المندوبين، اي كمية طبعا الحروف مش هتتكتب، هيجمعها لي في اجمالي صرف المندوبين. حتى لو من دون اسم نكتب اسم هيجمع معانا ويحط لي الاجمالي في صرف المندوبين. الرصيد المتاح هو بيساوي الرصيد المتاح قبل الصرف ناقص اجمالي الصرف عشان يعطيني الرصيد المتاح، وبرضك نسحبه لغاية ما نكمل معاه. صرف المندوبين هناخد الخلية دي ونوسطها، نعمل لها دم ونعمل ارضيتها مثلا باللون ده. اجمالي الصرف والرصيد المتاح دي هتبقى ارصدة، نخليهم بنفس اللون. ونسحب معانا الاجمالي، وزي ما نسحب بقى معانا في المدى بتاع في خليه مدمجه مش مشكله، نضغط كنترول ونشتل الخليه هياخدها معانا. نضغط كنترول لما يظهر الشكل الزائد اللي موجود جنب المؤشر ونسحبها، يبقى كده سحب معانا المعادله بس ما سحبش الخليه نفسها. ونسحب معانا كده يعمل لي دايما اجمالي على اساس الصرف سم برودكت في السعر اللي احنا عملناه في بي 3. كده عندنا رصيد اول، رصيد اليوم، المرتجع، الخلايا دي، وبرضك عندنا خلايا المندوبين هنخليها برضك بالوان مختلفه، هنخليها مثلا بالاصفر واللي بعدها بالاخضر. بعدها باللبني، هما دول التلات الوان اللي هيبقى فيهم تغير عشان لو حصلت حاجة في الالوان نعرفها. ونسحبهم معانا للاخر ونعمل التنسيق هنا في الخصائص اللي بتظهر، تعبئة التنسيقات فقط كده، رجع الارقام زي ما هي ونسخ الالوان بس. نعمل معانا كله، نعلمه بحيث ان هو يعمل تخطيط داخل اليوم بكل خلية مستقلة. يبقى كده احنا عملنا عندنا اجمالي الصرف. نسحب معادلة الاجمالي برضك عشان يحسب معايا اجمالي الصرف قيمة واجمالي الرصيد المتاح قيمة. طيب دلوقتي لما نكون احنا عايزين نحمي البيانات بتاع الشيت بحيث ان المستخدم اللي هيستخدم الشيت ما يعرفش ان هو يعدل في اسماء الاصناف او يلعب في المعدات اللي احنا عاملينها، بنيجي على الشيت كامل نحدده ونجيب خصائص تنسيق الخلايا، ونروح على الحماية ونعمل تأمين نسيبها نعم، ونعمل مخفي عشان ما يشوفش المعادلات اللي احنا عاملينها. ونيجي على الخلايا اللي احنا هنسيبه ان هو يتحكم فيها ونعملها تأمين لا. يبقى عندي اول رصيد اول ورصيد وارد اليوم مرتجع اليوم، برضك نروح على نفسها كنترول و1 عشان نفتح تنسيق الخلايا ونعملها تأمين نعم مخفي لا. تأمين نشيل علامة الصح من أمام التأمين ومن أمام مخفي. وبرضك بالنسبة للمندوبين الأماكن اللي هيدوخ فيها المندوبين نعملها برضك نفس النظام، تأمين نشيل علامة التأمين ونشيل مخفي، ونعمل بعد كده تأمين للشيت، حماية الورقة، نكتب كلمة سر ونهاية كتابة كلمة السر. يبقى كده لو احنا واقفين على أي معادلة ما بيبانش المعادلة، مش بيبانش معانا هنا، وكذلك ما نعرفش نفتح المعادلة ويقدر إن هو يعدل فيه.
الخلايا اللي احنا حددناها، بس لو دخل على معادلة وحاول يعدل فيها برنامج اكسل بيرفض. وبكده نكون خلصنا الجزء الخاص بالنهارده بتاع الصرف. بكره ان شاء الله نعمل المبيعات والمرتجع، ونشوف ازاي ان احنا بعد ما هنعمل المبيعات والمرتجع هنضغط على نعمل زر بحيث ان احنا نضغط عليه يمسح كل ينقل الرصيد النهائي ويحطه هنا وير رصيد اول، ويمسح باقي البيانات اللي مسجله في البرنامج على اساس ان احنا هنبدا يوم جديد على شيت اكسل.